زحف للكثبان الرملية في محافظة أبين، فصل آخر من فصول المعاناة التي يعانيها أبناء هذه المحافظة التي لا ينقصها الكثير من الأزمات. فالطريق الواصل ما بين حضرموت وأبين، أو ما أصبح يدعى بطريق الموت، باتت الكثبان الرملية تشكل فيه حاجزا يعيق طريق المسافرين، ما تسبب في وقوع الكثير من حوادث السير التي راح ضحيتها العديد من المواطنين خاصة في أوقات الليل. نشكو غياب المحافظة والسلطة المحلية في محافظة أبين أهمالها. شوفوا الطريق بالله عليكم، كيف البلاد، كيف الطريق هذه يسموها طريق الموت، كم من حوادث حصلت، كم من أسر راحت. ويعزي المواطنون تكون الكثبان الرملية إلى حالة الرياح الشديدة التي تسببت بزحف الكثبان في الوقت الذي يحملون فيه السلطات المحلية مسؤولية ما آلت إليه الطريق نتيجة إهمالهم في وضع حل للمشكلة. ناشد السلطة المحلية مثلها في المحافظ والمجلس المحلي بأن يلتفتوا إلى هذا الخط، لأنه يعتبر الآن هو خط دولي يربط ما بين محافظة عدن إلى دول الخليج. فالخط الرايح من عدن إلى حضرموت قد أغلق، والآن تبقى معنا خط واحد فقط، وهو خط مرور شاحنات كبيرة وخط سريع للنقل الدولي، ووقعت فيه كوارث كثيرة وحوادث كثيرة. إلى ذلك ناشد المواطنون في الوقت ذاته السلطات المحلية عمل حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الكثير منهم، خصوصا لما يمثله هذا الخط من أهمية، حيث يعتبر خطا دوليا تمر منه العديد من البضائع والمسافرين.